صغير يرغب أحيانا أن يتبول أجلكم الله واقفا، هل في هذا الأمر شيء من حيث الحكم الشرعي؟ مكروه البول واقفا، مكروه إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس، مع التحفظ من آثار البول وإصابته للثياب أو للجسم، إذا احتاج إلى أن يتبول واقفا فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. نعم. بعض الناس يعتقد أنه محرم شيخ صالح، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا، ليس بمحرم، النبي صلى الله عليه وسلم بال في بعض المرات واقفا ليبين الجواز، لكن إذا كان هذا لحاجة نعم تزول الكراهة. طيب نعم، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه. نعم. من فعل ذلك هل له من توجيه معين شيخ صالح؟ من فعل ذلك فقد فعل مكروها لا يعود إليه، إلا إن كان فعله لحاجة فإنه لا كراهة في ذلك. المكان الذي يفعله فيه هل له من صفات معينة؟ إلا إنه يجب عليه التحفظ من إصابة البول، حتى البول وهو جالس نعم يجب عليه أن يتحفظ وأن يرتاد لبوله مكانا رخوا. طيب. لأن لا يتطاير البول عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول. طيب. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذب وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وقال صلى الله عليه وسلم استبرئوا من البول فإن عام أو احترسوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، خطره عظيم من الجالس ومن الواقف، واجب على المسلم أن يتحفظ من البول، أن يصيب ثيابه أو يصيب بدنه، وإذا حصل أنه أصابه شيء منه وجب عليه المبادرة بغسله. نعم، جرى بغسله.